يقدم لكم هذا البرنامج برعاية سافيتال. ١٦٦٤، الأسطول البحري الجزائري حاكم البحر الأبيض المتوسط وقافل الطرق التجارية البحرية على الدول الأوروبية اللي ما عجبهمش الحال. في هذا الوقت كانوا الأوروبيين يعيطون القراصنة البربرية حكام البحار. ملك فرنسا لوي ١٤ كان مازال صغير، حب يوري روحه ويدير حاجة، إما لقرر يحارب هاد الجزائريين اللي دايرين رايهم في البحر. وجد جيش تاع 9000 رجل وبعتهم للشمال الإفريقي، خيروا يدخلوا على جيجل اللي بانت لهم سهلة، وصدموا عليهم في جويلية 1664. قدر الجيش الفرنسي يدخل جيجل كيما خططوا لها، بصح ما طولوش بزاف في المدينة وخرجوهم الجواجلة بقوة. كي خصوا القوار في جيجل ما حبوش يرجعوا لفرنسا بهاد الهزيمة، إما لكملوا طريقهم وجربوا يدخلوا على مدينة واحدة أخرى ومشوا على قلعة الجزائر. بصح كي لحقوا الألجي ما قدروش يدخلوا على المدينة وحصلوا التم في معركة كبيرة لحكمتهم فجأة. بزاف مرجالهم بدأوا يطيحوا ويموتوا، إما لهربوا الفرنسيين بزربة طالعين البوابر ديالهم في فوضى كبيرة ورجلهم تموت بالمئات. وكي قدروا يبعدوا على الساحل الجزائري تهول عليهم البحر ضربة واحدة، وأكبر سفينتهم بدأت تزعزع بخاطر في وسط البحر حتى تفلق الحطب وتقسمت السفينة على زوج وغرقت على ضربة. البوابر الأخرين سلكوا من الزوبعة البحرية وقدروا يلحقوا بصعوبة للساحل الفرنسي. كي شافوهم السلطات الفرنسية فهموا بلي خسروا الحرب ضد الجزائر، وغضب بزاف الملك لوي ١٤ من هذا الشيء. باش ما تسمعش الناس بلي الأسطول الفرنسي خدا طريحة، بعتوا بالجيش في جزيرة بعيدة وخلوهم ونسوهم الدم حتى ماتوا كامل بالجوع والعطش، وبقت هاد الهزيمة سرية. هادو هما حكاية زمان ومحلاهم كي يترووا في رمضان. الله يزين لكم المقام. قدم لكم هذا البرنامج برعاية سافيتال.